حياكم الله مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يطيب في لحن المرتل ذكره منهل العلم ومنبعه ودائره شمسه ومطلعه ينبوع الحكمه وايه الرساله نور البصائر والابصار المهيمن فوق كل مجال دستور امتنا مدى الاجيال الليله مشاهدينا سنكون مع متسابقين جدد نوروا جبينهم في هدى القرآن وسيقطفون حصادهم بعد طول نضال أرحب بكم مشاهدين الكرام كما أرحب بأعضاء لجنتنا التحكيمية الموقرة الشيخ الدكتور باسم العابدي أهلا وسهلا بكم حياكم الله وشكرا لكم الأستاذ عمر سعد من الجزائر حياكم الله حياكم الله وبياكم أخي العزيز محمد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيد كريم موسوي أهلا وسهلا بكم اهلا وسهلا مرحبا بكم حبيبي محمد. من مصر العربية الشيخ محمد فهمي عصفور اهلا وسهلا بكم. الله يسلمك ويبارك بعمرك حبيبي استاذ محمد حياك الله. من سوريا الاستاذ عماد رامي حياكم الله استاذ عماد. حياكم الله اخي الكريم بارك الله فيك. من العراق السيد حسنيان الحلو حياكم الله سيدنا. اهلا ومرحبا بك وتحية طيبة لكل الجمهور الكريم. إذا مشاهدين الكرام وقبل أن نبدأ بمجريات هذه المنافسة نستمع لتلاوة آيات بينات من الذكر المبارك الحكيم ننصت إليها بصوت قارئ العتبة الكاظمية المقدسة القارئ صاحب العطار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة. سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إلا الله، ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيمًا. تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي العظيم حائز على شهاده الماجستير في التعليم وحائز على عده جوائز في مسابقات قرانيه من اندونيسيا المتسابق أبو قحافة سعد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> <سؤال> إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا e لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا

فليبدكن آذان الانعام ولا آمراً يذكرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن كَمَا وَهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا صدق الله العظيم حياكم الله مشاهدينا الكرام استمعنا لتلاوة طيبة للمتسابق أبي قحافة سعد الله من أندونيسيا وننتقل إلى فضيلة الشيخ محمد عصفور تفضل حياك الله حبيبي ما شاء الله ما شاء الله بقحافة قراءة رائعة وأداء ممتاز وصراحة أبدع يعني وهذا ليس بعجيب على قراء أندونيسيا فاعتدنا منهم حتى حصول المراكز في المسابقات أحيانا الأول، الثاني، الثالث فهذا ليس بعجيب عليهم أدى أداء رائع وموفق وأتمنى له إن شاء الله التوفيق في المراحل القادمة، أحسنت حبيبي ما شاء الله. الشيخ الدكتور باسم العابدي رأيكم. بارك الله بك مدح الأستاذ الشيخ محمد وأنا أيضا يعني أثني عليك ولكن كنت أتمنى أن تحتاط في بعض المواضع. وتنتبه الى النص ولكن لعجمتك ولغتك غير العربيه يمكن ان وقفت في بعض المواضع غير الصحيحه وغير الدقيقه. انت بدات من ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وفصلت بين الفعل ومتعلق الفعل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هذه لا يمكن البدء بان يشرك. هذا امر. الامر الاخر انت فصلت بين الجمل ووضعت فعلا لجمله مختلفه لا ترتبط بهذا الفعل كما في ولا اضلنهم ولامنينهم ولامرنهم فليبتكن اذان الانعام ثم وقفت وهذا وقف صحيح وجيد ثم ولكنك عدت وفصلت بين الفعل ومتعلقه فقلت فلا يبتكن اذان الانعام وفلا يبتكن مرتبطه بي ولا امرنهم هذا ايضا هنا غير جيد ثم رجعت وقلت فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم هذه ولا امرنهم مرتبطه بما بعدها فلا يصح ان تدمجها بما قبلها آه بارك الله بك إن شاء الله تتعلم العربية بشكل جيد وتتقنها بشكل جيد وإن شاء الله نراك في إن شاء الله. أحسن مرات شكرا لك السيد كريم موسوي تقييمكم كان رائعا في أدائه جميلا بصوته ونقيا بحضوره واللبسة هم حلو يعني أنا تعجبتك اللبسة أي والله السيد حسنيان تفضل عجبت اللبسة نعم أنا هم عجبتني طبعا شكرا لك يا حبيبي يحتاج يعني تمرين شوية أكثر ويقلل الجهد قبل التلاوة بالمسابقة أو برنامج آخر لأن عادة احتدنا على المشاركات الاندونيسية بشكل رائع جدا صوتا ونفسا وبالتالي الصوت إن كان جاهزا قد يؤدي به جمل نغمية جميلة جدا أدى بشكل جميل ولكن كنت أتوقع منه يكون أجمل إن شاء الله تعالى إذا تأهل المرحلة القادمة نسمع منه جمل نغمية بيصوت اكثر استقرارا الاستاذ عماد رامي تفضل لا احب ان اضيف يعني حكوا الشباب الكلام اللي بدي اقوله ولو أه كان ياب... استهلالاً انت هم سجل هذه الملاحظه انا مرتب اي يقوله. طبعا كاتب استهلاله أنا. كان بطيء شويه اه استهلال كان بطيء كثير بطيء شوي مو كثير بس شوي لما كتير. لا شوي بطيء كتير. شوي لما صعد الى الجواب لمع صوته بمكان ما وهون بين جمال الصوت إياكم الله نختم مع الشيخ عمر تفضل حقيقة لا استطيع ولا أزيد على ما قاله شيخي الشيخ باسم والشيخ محمد عصفور بارك الله فيهما فأغلب ملاحظاتي كانت في الوقف غالبا ولكن في أحكام التلاوة ومخارج الحروف كان أداء جيدا وما نوصيه كذلك فقط يعني أن يعتبر للنفس وأن يأخذ النفس الكافي وأن يحسن توزيع النفس على الكلمات والحروف وبارك الله فيك شكراً جزيلاً شكراً للجنة التحكيم ونتمنى أن نلقاكم المشترك أبي قحافة سعد الله في المرحلة الثانية شكراً جزيلاً لكم شكراً جزيلاً تفضل حافظ وقارئ للقرآن قبل سن التكليف حيث حرص والده على تعليم أبنائه التلاوة بعدما أتم الحفظ من مصر القارئ ابراهيم شكري بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها إن كنتم في شك من ديني إن كنتم في شك من ديني فلا تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولا ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله الذي توفاكم وأمرت أن وأن أقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الجمال يقترب من الكمال نعم عشنا هذه اللحظات من الجمال في صوت المتسابق من مصر الشيخ ابراهيم شكري عبد العظيم حياكم الله شكرا جزيلا لكم على هذه التلاوه الخطيب وامام مسجد في مصر شكرا جزيلا لكم فضيله الشيخ باسم تفضل احسنتم شيخ بارك الله بكم مصر الولاده للقراء والحفاظ وانتم على هذا الطريق ان شاء الله. الله يبارك دعوتكم جيده ولكن ابتداتم بقلق. قدر من القلق في بدايتكم، لذلك توقفتم في مواقع وموارد لا ينبغي الوقوف فيها. في ابتداء قراءتكم وقفتم على كلمه ومفرد الديني. قول من قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني وقفتم هنا وهذا عندكم إن الشرطية فلا يجوز الفصل فهذا الوقف غير جيد إن شاء الله في المرات المقبلة تراجعون مثل هذه الوقوفات وحتى تكتمل تلاوتكم وأنتم أهل التلاوة بارك الله بكم وشكرا لكم شيخ عمر تفضل ما شاء الله إبراهيم أحسنت وأجدت وامتعت كذلك وحاولت ان تؤدي القران وان تعطي الحروف حقها فكنت رائعا وحضورك حتى حضورك في القراءه اعطى جمالا وبهاء لتلاوتك غير ان بعض الملاحظات فقط يعني لا تخلو وهذه ان شاء الله تزيدك حسنا واتقانا فيما هو ات من قراءتك للقران الكريم كبعض السكتات عندما تقف في نهايه الكلمه شبه سكتة وتسكت وتنتقل التي بعدها ونعلم أن السكتات هناك ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتبه الضاد لك شبيه بالطاء ضل يضل كما نعلم كيف تخرج الضاد وكذلك انتبه إلى تمطيط المدود الطبيعية عند الوقف فإذا لم تكن هناك عروض السكون ووجود حرف مد قبل العارض السكون إذا كان هناك مثلا كما قلت عباده تجاوزت الحركتين فنسال الله لك التوفيق ان شاء الله وهذه الله الملاحظات ان شاء الله عندما تتاهل الأدوار المقبله باذن الله تعالى ستحسن <applause> ومن ادائك وتتقن تلاوتك باذن الله تعالى. استاذ عماد تفضلوا لكم الكريم. حياكم <applause> الله استاذ ابراهيم ذكرتنا ماضيا بارك الله فيك. <applause> ان شاء الله الله يبارك فيك قراء مصر صوت قوي ومحترف. ما شاء الله إلا أني عندي شوية ملاحظات حول الانتقال ما بين المقامات إن شاء الله نتجاوزها بالمراحل القادمة إن شاء الله إن شاء الله الشيخ محمد فهمي عصفور تفضل الله يسلمك حبيبي لكم الكير. حياك الله حبيبي إبراهيم ورفع الله رأسك وبيض الله وجهك اللهم أمين هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى أخوي الكريم القراءة جميلة وموفقة وأداء طيب ومميز وملاحظاتي الآن لتنتبه للمرحلة القادمة إن شاء, الله إن شاء الله وأنا أقول لك الملخص سريعا والملاحظات البارزة أولا حروف الصفير انتبه عليها لا بد وأن يصف الحرف الصفير يعني صفاء الحرف ولا يتأتى صفاء الحرف إلا بجعل طرف اللسان خلف, خلف الثنايا السفلى فانتبه على حروف الصفير الصاد والسين والزاي ال مورد الآخر عندنا الغنن غنن الاخفاء وغنن الاضغام المعروف أن غنن الاخفاء أو حكم الاخفاء بشكل عام ثلاثة أربعة من الفم وربع من الخيشوم يعني مثلا أنفسكم الغالبية العظمى من الفم أنفسكم من أنت تطلع الغالبية العظمى من الخيشوم تقول أنفسكم فغنن الاخفاء انتبه عليها جميعا الحكم الاخفاء بالكامل ثلاثه ارباع من الفم وربع من الخيشوم غنن الادغام خمسين بالمئة نصف بنصف كمان الغالب عندك الخيشوم تنتبه على هول ملاحظتين لانه ان شاء الله يفرقوا معك كثير في المراحل الجايه واسال الله لك شاء الله التوفيق الله والثبات ان شاء الله, الله الله يبارك الله عم. سيد حسنين تفضل شكرا جزيلا لكم شيخ ابراهيم انا معجب بادائك يعني بشكل كبير جدا الله يبارك فيك سواء كان اللي اديته هنا او اللي اديته بالحفلات في مصر ومثل ما يعرف شيخ ابراهيم انه المدارس الادائيه مختلفه، مدرسه التلوين معروف عنها شيخها ومثال من مشايخها الشيخ حصان، مدرسه التنغيم الشيخ شحات محمد انور، مدرسه التعبير الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، الله يرحمهم جميعا. احنا نتمنى في الوقت الحاضر ان يؤدي القارئ الاداء المصري الراكز، الذي يجمع بينهم كلهم هو الشيخ مصطفى اسماعيل. فيه التعبير وفيه التنغيم وفيه التلوين كل هذا موجود آه، الأداء اللي أدى شيخ إبراهيم كان رائع جدا الرست بعد هو رستكم نعم. <applause> <applause> والسيقاه كان جميل جدا وحتى اللي يعني اللي ما بعد السيقاه كانت عدة انتقالة إلى البيات وبعد ذلك هذا التلوين وقبل آه، ذلك كان عندنا هاوند لكن بين النهاوند وبين السيقاه كانت عدة انتقالة للصبا هي بالأصل صعبة ولكن جابها بإتقان نعم. <applause> <applause> بكل تفصيلاته نعم جميل جدا وكأنه يعني هو صوته ملاصق لهذه المقامات اللي قرأها الرست والصبا كان الأروع والنهاوند جميل لكن بس هذه الجملة الصبا اللي قرأها هي تميل قد تميل إلى مدرسة الشيخ حصان لكن ما دامها غير مكتملة فبالتالي هذه ممكن تكون بالملاحظات القادمة لو تأهلتم إن شاء الله تعالى هذه لو حذفت حسب التعبير ننتقل الى مقام ونؤديه بالكامل ان شاء الله تعالى شاء الله, الله يبارك فيك جزيلاً شكرا جزيلا سيد كريم موسوي تفضل شيخنا ابراهيم شكرا على هذه التلاوه ما شاء الله سيدنا الحسنين قال كل شيء صوت متمكن نعم. حنجره قويه شاء الله. تنقل صحيح بين المقامات الا وهذه الاشاره الصحيحه استفادتك للصباء وسلطنه على تكمله بعض المقامات يعني انت كملت بعض المقامات ورجعت للبيات نهائيا وصدقت فهذه ما شاء الله عليك الله ان شاء الله يكرم عليك بنور القران يا رب. الله يبارك فيك شكرا, شكراً جزيلا شكراً لكم الله نعم في زيارته الاولى شعر بهذه الروحانيه خصوصا في زيارته لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وهو ايضا يقول لقد عشت هذه الروحانيه في هذه المسابقه وعيشنا هذه الروحانيه وهذا الخشوع في تلاوته الشيخ ابراهيم شكري شكرا جزيلا لكم, فيكم. مي شكراً مي فيكم. جزيلاً لكم. فيكم. تفضلوا حياكم الله مشاهدينا الكرام مستمرون معكم ومع حناجر قرانيه تصدح بحب الكتاب المجيد فاصل ونواصل كونوا معنا حياه قاسيه عاشها الملا عمار الكناني حيث لم يمنعه العمل الشاق في المخابز لتحصيل قوته من الجمع ما بين الدراسة الأكاديمية وتحصيل العلوم القرآنية، نتعرف أكثر على قصة خادم الثقلين الملا عمار الكناني. وفقت للدخول في المجال القرآني وخدمة القرآن الكريم في أيام الجامعة وقبل أيام الجامعة بقليل، حيث كانت الأيام جداً صعبة في زمن النظام البائد وقبل النظام وحقيقة كان الوضع جداً يعني الوضع المعيشي جدا متعب وصعب جدا كنت اعمل في الافران في في الصمون يعني خبز الصمون خباز وبقيه التفاصيل بهذه الخدمه وكان عملي بالليل الساعه 12 او ساعة بالوحده بالليل اشتغل بالفرن لحد الساعه السابعة صباحا اجي من الساعه يعني الليل كله قاعد اجي الساعه بالسبعة الصبح ابدل اسبح واطلع للجامعه الكليه ومن بعد الكليه تخلص ساعه بالثنتين ناتي الى درس القران الكريم طبعاً هذا التعب كله والسهر كله والجهد وجهد الجامعه والضغط والدراسه اجي لدرس القران الكريم الساعه ثلاثة الظهر ثلاثه ونص الظهر يعني ما راح ما اروح للبيت اجي قبل من الجامعه الى المعهد القراني وارجع المغرب انام لي فساعه ساعتين ومن ثم يبدا العمل يوميا على هذا المنوال رغم كل الظروف حلاوه القران الكريم وانس القران الكريم ينسيني كل التعب وكل وكل الجهد وكل السهر لانه خدمه القران الكريم لا يعادلها خدمه حقا الرسول صلى الله عليه واله وسلم يقول اني تارك فيكم الثقلين ما انت تمسكتم بهما لن تضلوا بقى. الثقلين ما قال تارك فيكم عترتي فقط او تارك فيكم القران فقط من يتمسك بالعتره دون القران هنالك مشكله من يتمسك بالقران دون العتره هنالك مشكله لن يفترق اثنين قران وعتره حياكم الله مشاهدينا الكرام واهلا وسهلا بكم كما نرحب اجمل ترحيب بخادم الثقلين الملا عمار الكناني السلام عليكم الله ورحمة, سلام الله الله ورحمه الله وبركاته ورحمة الله. شهر رمضان كريم عليكم وعلينا علينا وعليكم وعلى جميع ضيوفك الكرام لا سيما اساتذتي لجنه الخبراء حفظهم الله حياك الله مله حياك الله سيدنا تفضل شرفت عفو نورت كلها كل استاذ استاهل يا عزيزي عفوا. الله يبارك فيك انا بدي اجيب بوسك بس بعدين ان شاء الله في الكواليس الجهه الصوتيه الجهه الصوتيه احتفت بيك والجهه العلميه ايضا تحتفي بك الله يديمك يا دكتور استاذنا استاذنا طبعا الصوت هو علم يعني بس على كل حال على قدنا يعني واحنا يجمعنا الصوت شيخنا والنغم والنغم عفوا عفوا <تصفح> <جهة الصوتية تصفح> <تصفح> حياكم الله مله سلمك من... ب... الله سيدي شرفنا بهذا المحفل الرائع وهذا, وهذا الجهود المبذوله من قبل العتبه العباسيه المطهره وكذلك لي الشرف أن اقف بين اساتذتي لجنه الخبراء حكامنا الاعزاء من مختلف الدول بمختلف مقاماتهم وأسمائهم وضيوفك الكرام من القراء ومن الخدمه للقران الكريم وخدمه للإمام الحسين تشرفت هذا اليوم الله وانا خادم بيك لكم الله يبارك بك انا احتفظ لك تحتفظ ذاكرتي لك بصور رائعة وجميلة لو فسح لي المجال لتحدثت بها عنك عفوا عن دكتور خلقك الراقي وأدبك وتواضعك كان مثال يعني في تجربة طويلة وإن غلب عليك طابع الرد وفي المجال نعم قراءة اللطميات والردات ولكن أنت تتشبث بوجودك القرآني بتاريخك القرآني هذا تاريخ العريق تشبثك بالقران الكريم اوصلك الى التشبث باهل البيت ايضا واكتملت عندك الصوره منذ زمن لم اسمعك تتلو القران فلنعود الى تلك الذكريات القديمه ونسمع عمار كيف كان ينشد وكيف كان يتلو وكيف كان يغرد بالقرآن الكريم وأنت فزت بالمركز الأول في المسابقة الوطنية الرابعة دكتور نستمع إليه هذا من بركات بركات القرآن الكريم بركات سيد الشهداء وكذلك رعايتكم جناب الدكتور وسيد حسنين وكل الأساتذة اللي كانوا سباقين في خدمة القرآن الكريم بإنشاء المسابقات حقيقة إحنا حبينا القرآن الكريم من خلال وجوهكم ومن خلال وجودكم من خلال تواجدنا بالمسابقات بعدك متواضع بعدك <تصفح> عفوا <دعبنا> <سيبقى> لا, <تصفح> لأ، هاي الحقيقه يشوفوني كل اخواني كل اصدقائي كل القرآنيين اللي كانوا يشاركون بالمسابقات القرآنيه المحليه والوطنيه كانوا يلاحظون هذا الموضوع انه احنا حبينا القرآن الكريم من خلال من خلال خدمتكم للقرآن الكريم الله يحفظكم شوفوا في زيارة أبو الفضل العباس سلام الله عليه الإمام الصادق يقول واشهد لك بالوفاء فانا اشهد لك بالوفاء الله هذه آه آه كما يقولون آه مساله جدا مهمه وثيمه آه عميقه وكثيره الاثر ان القراني او التابع للقران الكريم او الناهج منهج القران الكريم يكون وفيا لاساتذته لمعلميه لابائه هذه الصفه نتمنى ان تشمل جميع الذين يقرؤون القران وما سمعتنا احنا نحتاج سمع ان نسمع أنا إن نسمع قران احنا الامتثال من الادب وانا خادم لك دنا الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم الله الله, 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 الله يا عمار يا هل يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهُ الله الله, 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 الله سبحان الله ورحمة الله بالله. اذْكُرُوا اذكروا <تكرك> الله ذكرا كثيرا نعم الله اكبر الله اكبر عفوا وقت البرنامج لا يفلح يا حبيبي طيب الله يحفظكم يا, حبيب حبيب عزيزي يا حبيب حبيب حياتك السابقه قاسيه جدا ملا يعني وهذا الخلود اللي حققه ملا عمار الكناني في قلوب المؤمنين عفوا من التسجيلات الخالده في خدمه الامام الحسين اللي الله اصطفاك ان تخدم هذا الامام الشهيد يعني كل الاخوان القرانيين وكل الاخوان الحسينيين يعني كلهم مروا بظروف صعبه جدا وهذا الجانب يعني خصوصا المعتني بالجانب القراني والحسيني نسمع روحيا منك نسمع منك عفوا المهتم بالقضيه الروحيه مو فقط ترتيل وتفسير وقراءه حسينيه لا قضيه حب وعشق وروح لهذا لهذا المعنى لا يأتي من الترف مستحيل مستحيل أن يكون عنصر مؤثر إذا ألاحظ مسيرة أساتذة الكرام هم كلهم بدأوا من الصفر بدأوا من المعاناة خرجوا من رحم المعاناة لذلك نحن نستذوق بأصواتهم نستذوق بجمالية أدائهم وجمالية أخلاقهم العالية ماكو شيء يجي من فراغ بس كل أهم شيء أنه الإنسان اوصي اخوتي انه ما ينسى تاريخ الماضي وينسى معاناته وينسى انه وش كان كان عمار ابو البيسكل كان عمار اللي يشتغل بالفرن كان عمار اللي يبيع خضره كان عمار اللي يشتغل عماله كان عمار اللي يشتغل حمال بال... 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 بالطحين كلها مرت علينا هاي الحوادث الله الحمد الله الله. والحمد لله ولكن لكن الله. كنت فرحا كنت سعيدا ما شاء الله حقيقه وجدناك متواضعا عفوا <applause> دائما دائما هي خصائص المتمسك بالقران والعترة معا الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يقول الإمام الصادق عليه السلام أي أن القرآن يهدي للإمام والإمام يهدي إلى القرآن نعم أنا سؤالي لك نعم تفضل وأنا خادمك أنا يعني عرفت فيك ولمست فيك التواضع عفوا وهذه سمة أهل العراق يمكن قاطبة عفوا عفوا سؤالي لك الآية الحديث يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا نعم يعني إذا تركتموهما أو تركتم واحد من واحدا منهما ستضلوا بعد حتما نعم, نعم, صحيح نعم سؤالي لك ما رأيك في من تمسك بالقرآن بمعزل عن العطرة أو ومن تمسك بالعطرة بمعزل عن القرآن نعم هو ليس رايي انا الرسول صلى الله عليه واله وسلم هو شرح هذا الموضوع وهو امام الكلام حقيقه لا يحتاج الى تفسير بقدر ما انه هي الرساله واضحه جدا يجب ان نعيها ببصيره يجب ان ننظر يعني وجدنا الى هذا اذا هذا الحديث أناس تتمسك بالقران فقط وتذبح بالقران يعني يذبح اطفال ويقرا الايه يقول نعم فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان وهم يقولون وآخر الله يلبس نعم ارهابي ويدخل يفجر حاله ويقرا قران يقول ترهبون به عدو الله وعدوكم ويعد المسلمين ابنائه نعم اعداء لله يا اخي نعم هو مسلم معك فهذه الأمور رأيناها من الذي يأخذ القرآن بمعزل عن العترة عن هي هذه النتيجة نعم وصلنا لأواك خير دليل أنه شاهدنا في العراق وما جرى في العراق وداعش ولولا الفتوى المباركة للمرجعية المباركة لكان هذا بالبعد عن العترة المحمدية نعم, بعد نعم بعدهم عن العترة نعم. وكذلك المهتمين مهتمين بالشأن الديني والحسيني وتاركين القرآن الكريم أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر لهم نظرة آه غير جيدة هنيئا لك شكرا لك أكو حوار بين سيد نعم نعم اكو محاورات الدكتور بس نعم. نختصرها مشاكل انا سيد كريم والله مشاكل انا اقول انا قد احبك يعني الله يحفظك سيدي <تارت> ترى هذا الحوار بيني وبينك بلهجه بلهجه العماره ترى <تارت> لهجتنا <تسجدنا> نعم طبيعي <Cuando تارت> <لا لا>، <youtuber> <تارت> <تارت> سيدنا حبيبي اولا الله يحفظك يديمك مولاي ثانيا اقول لك شيء ويعني هاي شهاده ايران بايران انت لك حب كثير عفوا عفوا كما حب لايران سيد حسين يا الحلو محبوب ما شاء الله وقلت له يابا مثل عمار ومثل سيد حسين الحلو مشيتهم بالاسواق غير ممكن يعني ما يقدر عفواً حتى بحرم علي بن موسى شويه غير ممكن لهم شويه تاذيهم الناس يعني مو اذيه محبه لهم فانا <applause> اريد اخذك العلي بن موسى بيتي انا العلي بن موسى خاطر سمعا شمس أصلاً. الشموس نعم. وباب الواحد الاحد نعم 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 سلطان طول شمس الشموس وباب الواحد الأحد ونعمة الخالق المنان في بلدي سلطان طوس شمس الشموس باب المراد لكل الناس اجمعهم قد فاقت على العذذي الله, الله الله خضل الله الله, الله, الله اقرا يا سيد كريم الله لا وقف وقف حتى نحمل بعد نحمل عليه اكثر <applause> <الـ بعدين تصفيق> نعم يلا مولا لا لا بدي اسمع منه لا بعدين <applause> لا, لا والله بدي اسمع منه دكتور عماد عزيز المولى اسمع 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 منك وبعدين يجاوبك استاذ الله يحفظك لا ما في جواب دائما احب اقرا هذه القصيده لي دكتور الوائل رحمه الله عليه لما يخاطب أمير المؤمنين يقول غالا يسار واستخف يمين قول علي ويا علي بكيالي كنهك لا يكاد يبين يا علي يا علي تجفى وتعبد والضغائن تَغْتَيْنُ يا, علي، يا, علي، يا علي. والدهر يقسو تارة ويلين وتظل أنت كما أحببتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين <applause> <يا علي. تصفيق> أسأل الله لكم أحفظكم. العافية المولى عمار الكناني أخذت بقلوبنا شكرا لكم أسأل الله, الله لكم التوفيق والعافية شكرا لهذا الحضور الله يحفظكم ونسأل الله لكم العافية الله سعيد برؤيتك. ان شاء الله لن انساكم بالدعاء عند قراءة أحسنتم. القرآن وعلى منبر سيد الشهداء وعند الفشل ان شاء الله لك ولكل الاساتذه ولكل جمهوركم شكرا وشكرا للعتبه العباسيه لهذه يكون. المبادره وهذه المسابقه الدوليه الله شكرا جزيلا يا لك وشكرا لضيوفنا الاعزاء الله يعطيك حتى يرضيك يا حبيبي شكرا لضيوفنا من كل الدول قدمتم اهلا ولكم سنه شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا الله يعلي شانك يا رب الله يسلمك رفع يده في محفل الكبار ليقرأ سورة الشمس فأخذ بقلوب السامعين وباتت له المحافل للقرآن الكريم مرتعا إلى أن انساب إلى دورات العتبة العباسية المقدسة كمتدرب يكتب أسفل كل استبيان حبذا لو أوفق لأن أكون خادما للعباس نرحب بخادم العميد ومقرئ العتبة العباسية المقدسة المتسابق محمد رضا سلمان الزبيدي من العراق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا تقول اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله اتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي

اصحاب الجنه هم الفا 无恩。嗯 وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده Whoa, صدق الله العلي العظيم تقبل الله أعمالكم مشاهدين الكرام حياكم الله كنا مع المتسابق محمد رضا سلمان من العراق شكرا جزيلا لكم وطيب الله أنفاسكم على هذه التلاوة الطيبة سيد كريم موسوي تفضل ليش بدات بي انا عندي سؤال يا احدك هواي يعني الله يخليك الله يسترك ان شاء الله حبيب محمد رضا حبيب استاذنا يعني انا اشوف ان تكلف كان عندك من اول التلاوه يعني هسه ليش ما اعرف اي شيل لي الملفت كان انت كنت تخلي غلاف عراقي لادائك المصري هذا حبيته يعني كان غلاف عراقي اخترته وخليته على بعض الايات فهذا كان ملفت لي و سر السرعه كانت بطيئه بشكل يعني احنا كنا ننتظر فالتلاوه شوي سرعتها تكون اسرع من الشيء اللي انت قريته فشكرا على وجودك الله يحفظك الله يسترك ان شاء الله, الله. الله. الشيخ عمر مرزيلا. تفضل الشيخ محمد رضا من العراق وما ادراك ما العراق الله يحفظك بلد الإقراء والقران الله فخمسه قراء من العراق من القراء العشر في القراءات العشر وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة ونزيد البصريان كذلك لدينا ابو ابو عمرو البصري وكذلك لدينا خالف البزار العاشر نعم فلدينا عشرة من العراق ونزيد كذلك يعقوب الحضرمي يعني لو زدنا يعقوب الحضرمي لدينا سته قراء من العراق فالعراق مهد القراءات ومهد القران وانطلاق قراءات القران الكريم. والعربيه وبلاد أيضاً الحضارات والعربيه سيبويه آه وغيره مدارس اللغه, مدارس اللغة العربيه كوفة البصره فالعراق بلد العلم وبلد الحضارات فنحن في بلد الحضاره وبلد العلم وبلد القران والاقراء فلذلك لا غريب ان ينشا من العراقيين من يجيدون قراءة القرآن ويتقنون قراءته كمحمد رضا سلمان إذا كانت قراءتك ماتعة رائعة جدا ذكرتنا بعهود القراء السابقين وبعبق التاريخ في الإقراء في العراق فكنت رائعا جدا فنسأل الله لك التوفيق إن شاء الله والثبات وأن تبلغ القرآن بإذن الله تعالى وتكون امتدادا لمن كان قبلنا من القراء في العراق وفي العالم الإسلامي كله. نسأل الله ذلك. الله السيد حسنيا تقييمكم؟ والله يعني استاذ وبعد. السيد حسنين أستاذ وبعد. نعم. إذن ما؟ <applause> <أعلم>. الاستاذ والتلميذ. <applause> والله محمد صراحة يعني أنا أفتخر بكثير محمد. <applause> مفخرة لنا جميعا. <applause> <applause> ودائما بس اليوم لا اليوم أنا ما راضي عليه. رغم أنه محمد بإيجابية كبيرة مثل ما أشار لها السيد كريم اللي هي جرأة إدخال شيء. غير معهود، طبعا مو شيء يعني غير ما لا, يعني لا, لا غير مستساغ نعم لا استطاع ان يدخل الطريقه العراقيه مزيج يعني مزيجه مزج مصرها العراقيه نعم. مصرها اذا الجمله صحيحه مزجه حلوه يعني فبالتالي هذه جراه يعني ما اعتقد سبق احد لانه تقريبا صار عشر 10 سنوات او اكثر هذه محاولاته كانت لكن في الاونه الاخيره ادخلها بالمسابقات بشكل رسمي، فعلى ما اظن هو اول قارئ من شبابنا العراقيين يدخل هذه الطريقه بهالطريقه هذه ولكن محمد اليوم أحس ما كلش جاهز اليوم, صحيح اليوم 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 صحيح تحديدا صحيح كيفك بعد اترك التعليق استاذ عماد الله يبارك استاذنا <تستغنى> بعد استاذ لا ترد عليهم والله انت كنت رائع <applause> الله يحفظك <اللي> <applause> والله <تصفيق> رائع <تصفيق> هاي الايجابيه <دي> <applause> ما فيها شيء <applause> سيد حسنين هلا لاترت... في شغلات مثلا مثل اللي حكاها الاستاذ كريم انه كنت بطيء بالاول انا فكرت هيك الصوت بس لما صعدت بالجواب واخذت راحتك كنت اكثر من رائع الله يحفظك وانتقالك بين المقامات كان جيد جدا نعم وانا عجبتني كثير بارتجالك انت ارتجلت وبهنيك على متابع مسيرتك لا ترد عليهم <applause> بس عندي سؤال واحد <applause> محمد قل له تزلت سوريا راح يقول لك ايه قل له اي الاثار رحت اي الاماكن رحت اسمع راح يعدد لك المطاعم والحمام السوق عافيه بالضبط الشيخ محمد الله يحفظك استاذنا الله يخليك هنيئا هنيئا مريئا يعني هذا العطاء وهنيئا ايضا خدمتك لي الفضل العباس وانا صراحه اولا اضم صوتي لصوت صوت استاذ عماد نعم. على ما ترد عليهم والله بالنسبه لي هاي اول الله شيخ شيء والله يسلمك الشيء الثاني انه الصوت امانه نعم والعين امانه واللسان امانه والسمع امانه الله سبحانه وتعالى يقول ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات نعم. الى اهلها وخير اهل للامانه هم النبي واهل بيته شمال. لأن النبي هو المعلم الأول للبشرية وإذا تنظر في أسانيدنا مثلا إسنادي أنا أو إسناد الدكتور المعلم الأول وصاحب الإسناد الأول وأول من هو في السلسلة الإسناد عندنا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم فهو الله. المعلم الأول للبشرية وأهل البيت الطاهرين لأن معظم الأسانيد أيضا تمتد إلى الإمام علي عليه السلام وأصحاب النبي الكرام فهم أهل الأمانة فأنا أهنئك على أن اخترت خدمه بالفضل العباس منذ نعومه اظفارك وانا يمكن التقيت بكم نعم في الدار سنه 2019 صحيح اظن منذ نعومه اظفارك وانتم تتمنون هذا الشيء الحمد والحمد لله الله تفضل عليكم فانا محتار اهنيك بايه ولا بايه ولا الله ايه الله الله اسال الله سبحانه وتعالى ان يديم هذا الفضل رحم الله, الله بارك الله بك حبيبي حبيب حبيب. شيخنا شكرا جزيلا الدكتور باسم اختم معكم بارك الله بكم محمد. شيخنا حبيبي. الله يحفظكم ان شاء الله. ابونا. هنيئا لكم. الله يحفظك. وقفتم في مورد كان ينبغي لكم ان تجتازوه وكان وقفا ناقصا في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد كان يفترض ان تقفوا على هذه الكلمه حتى يكتمل المعنى بهذه الصوره هذا اولا. ثانيا في قوله تعالى لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه. أصحاب الجنة هم الفائزون إن شاء الله أنت من الفريق الثاني الفائز <applause> هذه الآية فيها دلالتان فيها مجموعتان مجموعة تختلف عن الأخرى الأولى هي تلتزم بالقيم ذات منهج ذات فكر واحد ذات اتجاه إيجابي والأخرى طبعاً هذه في الدنيا والآخرة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة فأصحاب الجنة هم الذين يتحدون في المنهج في الفكر ويؤسسون للفكر الايجابي الفكر المنفتح الفكر الرصين والاصيل في مقابل الاخرين الذين يؤسسون لمنهج اسقاطي منهج تدميري للاجتماع للمجتمع وللفرد ان شاء الله انتم والاخوه والمشاهدين كلنا جميعا ضمن اطار هذا المنهج الجميل المنهج الايجابي الفائزون ان شاء الله انتم من الفائزين شكرا لكم شكرا جزيلا استاذ نفحات من الطمأنينة تجتاحنا كلما يهب علينا نسيم ذكر الله محمد رضا سلمان مثلت العرا خير تمثيل الله بارك الله, الله شكرا وبك. جزيلا استاذنا حبيبي الله يخليك شكرا جزيلا حبيبي الله يخليك يا الله. تربى بجوار شمس الشموس الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام ليصبح الامام انيسه وباب حوائجه الى الله عز وجل ومن تلك الحوائج أن يوفق لخدمة كتاب الله من إيران رحبوا معي بالمتسابق ياسين غلامي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا What is that? والله خير الرازقين صدق الله العلي العظيم حياكم الله مشاهدينا الكرام استمعنا لتلاوه المتسابق ياسين غلامي من ايران طيب الله أنفاسكم الشيخ باسم العابدي تفضل أحسنت يا ياسين بارك الله بك الله يحفظك أنا أترك مساحتي في الحديث إلى أخي الشيخ عمر تفضل اسأل منا شيخ عمر أشو شيخنا أنت الذي تتكلم <applause> وتتحدث ما شاء الله. نستفيد منك نحن أيضا الصح. نستفيد منك نتعلم الله يعني. شيخنا شيخ عمر نعم. فما شاء الله أحسنت ياسين غلامي كنت رائعا وأديت أداء متقنا فقل ما نجد في أمثال عمرك من لا يمطط يقلد دون تمطيط هناك من يقلد بالتمطيط بكل الأخطاء التي قلد بها ولكن أنت الذي أعجبنا فيك أنك قلدت ولكن حافظت على أزمنة المدود والحركات دون تمطيط وهذا ما لم نسجله عليك مطلقا وهذا رائع جدا في مثل سنك نسأل الله لك التوفيق إن شاء الله وأن نراك قارئا متمكنا ومقرئا للقرآن الكريم ان شاء الله اذا اضافه اخرى الله. شيخ الله يبارك انا بعنكم من الاخرين أنا. الله يحفظكم الاستاذ عماد عم. رامي تفضل انا اترك المجال للاستاذ <applause> ايضا احنا كنا نخطط <applause> انه اذا صار الدور <applause> انه <applause> بعد نعم. واحد يحول للثاني <applause> حتى توصل <applause> الاستاذ <لساري. تصفيق> <applause> <ونعترون تصفيق> <ونعترون تصفيق> الله يؤثرون ويؤثرون على انفسهم وكان نعم. كان بهم خصائص رغبه بالحديث يؤثرونه نعم تفضل استاذ كريم انا احول اروح لك فدوه لان شوي إذا اتكلم ويا فارسي ف فأ... يعني اتقبل هذه المسؤوليه نعم. أه حبيبنا ياسين غلامي هو على أه شرف البلوغ ف انا اقول أه ش... هاي الضغوط على صوته خاف شويه ف أتكلم ويا بالفارسي بتوجه شما بسن بلوغ داري ميرسي ان أه خروج وورود طبقات صوتي شاید آره آيه. آيه باعث آزار بشه من امیدوارم که شما توی این فصل استلافات و توی این سن یک مقدار بیشتر دقت بکنی خیلی عالی بودی سلام. عالی و متشکرم اختم مع شیخ محمد فهني عصبولای تفضل خیلی زیبا حیاك الله ياسين <applause> <هيك الله> یسین <applause> سلام علی ياسين سلام على آل ياسين سلام على الحسين ما شاء الله يعني اداء رائع رائع جدا ومميز وبالنسبه لنا انا والدكتور بالنسبه للاحكام كانت رائعه صدقا رائعة عنده هفوات بسيطه وهذا شيء طبيعي يعني كبار القراء اذا يؤدون لا بد عندهم من هاي الهفوات القران غالب وليس مغلوب ويعلو ولا يعلى عليه حتى في الوقف والابتداء و... ليس عنده شيء جيد نعم فانا إن الله يعني ان شاء الله اتوسم له انه ان شاء الله من المؤهلين ان شاء الله وايضا انا لاحظت انه لعله مسقل موهبته بالدراسه يعني لعله ان شاء الله دارس وقارئ وهو ايضا منشد ان شاء الله يسمعنا شيء من انشاده آه تحت اشراف يلا تمام تحت يلا اشراف لكن قبلها بس اي إنت تريد اساله هل... على الحفظ؟ أجنبي لا هو حافظ صلوات الخاصه لمولاي وامامي علي بن موسى الرضا سلام الله على, ف... على لياخذ قلوبنا علي بن صوب الرضا يعني ما شاء الله ما شاء الله ابحر بنا صوب مشهد مشهد؟ نعم. ما شاء الله ما شاء الله. نعم. ما شاء الله يلا يلا موفق تفضل ترنم بها بسم الله الرحمن الرحيم الله اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الأمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاه كثيره تامةً زاكيه متواصله متواتره مترادفا كافضل ما صليت على احد من اوليائك. الله اللهم صل على محمد محمد بالفعل انغام سماويه تصدح شاديه تصدح شاديه نعم ياسين غلامي من ايران شكرا جزيلا لكم. ما شاء الله ياسين ما شاء الله ما شاء الله احسنت احسنت موفق احسنت حياكم الله مشاهدينا الكرام نصل واياكم الى ختام هذه الحلقه واعلان النتائج استطاع باقتدار ان يحصل على اعلى معدل الدرجات من لجنه التحكيم باقتدار تاهل معنا الى المرحله المقبله القارئ من العراق محمد رضا سلمان الزبيدي مبارك عليكم يا محمد وننتظرك في المرحله المقبله مع ابداع اخر مشاهدينا الكرام حياكم الله في امان الله